الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على حرمة معارضة النصوص الصحيحة بالآراء، فعمران أنكر على عمر رضي الله تعالى عنه معارضة رأيه للنص، فرأى عمران أن هذا مما لا ينبغي، فقال كلامه هذا إنكارا على من عارض النص بالرأي. ومن المسائل أيضا أن فيه دليلا على أن أقوال العلماء يستدل لها لا بها، فلا يجوز أن نجعل اجتهاد عمر ورأيه دليلا، لأن رأيه في خاصة نفسه أصلاً يحتاج إلى دليل. ويا ليتنا نفقه هذه القاعدة، أن أقوال العلماء يستدل لها ولا يستدل بها، فلا حق لك في مقام الخصومة والمجادلة والنزاع أن تستدل علي بقول جهة فلانية أو قول عالم فلاني، لأن أقوال العلماء مهما بلغ رتبتهم من العلم لا يصلح أن تكون دليلاً في ذاته، وإنما الأدلة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما أقوال العلماء فإنها خاضعة للقبول والرد.